السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بفضل الله احنا النهارده 11/10 ولا زلنا في سلسله فيديوهات الشطه والفلفل المكشوف. الارض اللي احنا فيها ديت ظاهره غريبه، فيعني هنعرض الظاهره ونعرض المشكله. نلف كده في الارض لفه سريعه كده نشوف الارض الاول فيها ايه وبعدين نتكلم. دي الارض هي محور الكلام النهارده. ده صنف شطه لا يعنينا في شيء، الصنف ملوش علاقه خالص. النبات اللي قدامنا ده كده عمر 25 يوم. 25 يوم. طبعا في مطبات جامده في النبات، في الخط الواحد في نباتات عاليه اهو، وفي نباتات مستواها قليل اهي. زراعات 25 يوم، ميه هنا بحاري، والارض لها طبيعه خاصه شويه، ارض طفله. دي كده بصفه عامه اهو، كده اهو بصفه عامه. هنشوف الظاهره بقى اللي احنا عايزين نوريها معانا اهي. هو بيفحت اهو، العده بلم من فوق اهو، في زبون مؤقت عليه او في زبون عليه. بص بقى، هنزل تحت، هنزل تحت طلعوا طلعوا نفط ثواني اهي نكبر اهي نكبرها. دي الظاهره اللي احنا بنتكلم فيها اهي. ارض كده على جنب اهو، ده ارض على جنب تمام. دي الظاهره اللي احنا عايزين نظهرها. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع وبعدين نرد، طلع طلع بزياده واحنا نرد، هنرجع كل ده تاني بالراحه واحده واحده. ايوه فك فك، هات خش عليه بقى، خش على اخوك. ايوه كده، ايوه ايوه، خش 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 وقلب قلب، انزل قطع بقى، اقطع. ايوه اقطع بتاع. بس بص بقى، هنرجع التراب ده كله تاني واحده واحده بالراحه. يا دوده يا حفار، ما هو لازم الجثه تتوجد، المتهم يتوجد. ها انزل واحده واحده، هات اللي تحت الاول. ايوه هات الغوايط الاول، هات الغوايط اللي تحت طلعه فوق هنا، هات اللي تحت الاول طلعه فوق عشان نندم عليه. نروح ما نستعجلش. المتهم مش موجود يا بيه. طب والنبي هنعمل اكتر من كده؟ يلا عندك صبر. لفينا لفينا وشفنا الارض وشفنا الدنيا وشفنا الزرع دوت، وقلنا ان الارض ديت لها طبيعه خاصه، ارض يعني محيره، ده فيها كذا طبقه من التربه، تربه فيها تربه رمليه، فيها تربه طفله، هو قلبها وما رضيش يسويها او يصلحها، فوجهه نظره انها سابها فكه، وحط الخدمه بتاعته في الخط بتاع الزراعه، سابله تزيد او تقل، سابله كتكوت، ما حطش معاها حاجه ثانيه، وبعدين نردم وخمر تخمير خفيف وزرع. ومشيت الدنيا معايا 10 ايام يزيدوا او يقلوا، وبعدين الحته الثانيه بقى ردم بعد 10 12 يوم، ردم الترديمه بتاعته النهائيه اللي احنا شايفينها ديت، ردم طبقه من الساق تزيد او تقل 8 سم 10 سم تزيد او تقل عن كده، ردمها وابتدى الترديم من الصبح. الكلام ده حصل من اسبوع او 8 ايام فاتوا، ردمها في الصبح وعدى عليه النهار وعدى عليه ثاني يوم، ما زودش ميه، ما خمرش، ما اداش حاجه. وتاني يوم ادى ميته العاديه، الارض دي بتمسك ميه فبيرويها نص ساعه ويقعد عليها 3 4 ايام. طب ايه الظاهره بقى؟ بنلاقي نباتات النهارده في مستويات زي ما احنا شفنا، مستويات عاليه واطيه جامد، فده بيقول ان في مشكله تحت. لما فحدنا وشفنا الجذور، الجذور سليمه بما يرضي الله، الجذور كجدر نفسه ضعيف، بس كجدر جدر سليم صحي، انما لا مش قوي على 25 يوم، مش قوي، انما جدر صحي جدر سليم. طيب خدنا بالنا واحنا بنفحت، لقينا ان الساق الجزء اللي اتردم، اغلب الظاهره ديت موجوده في الجزء اللي اتردم، ان نلاقي ان الساق على الدائر بتاعها 360 درجه زي ما احنا نشوف كده معايا اهوت كده اهو، انزلي بالفيديو كده شايف دي اللي اتردمت، الجزء ده اهو، ده كان مردوم ده. بص الساق في ارض هنا تقريبا في ربع الساق، ربع المحيط بتاعها، انما الدائر بتاعها بص سليم اهو، في ارض، والارض دوت حديث جدا، حديث جدا. يبقى انا دي في الجزء اللي اتردم اهو، ده حصل في الاسبوع اللي فات ده، ادي واحد. طب وده نبات تاني في نفس الظاهره اهو، ده برضه ايه الجزء اللي اتردم اهوت، نفس الكلام اهو، في جاي في جزء من الساق، تلت او ربع الساق المحيط بتاعها، وبقيه الساق من الناحيه الثانيه سليمه اهو. طيب ناخد نبات تاني اهو، اهو نفس الظاهره برضه اهو، اهو
ده الجزء اللي اتردم برضه معانا اهو، يزيد او يقل معانا اهو، مقروط من جنب اهوت من المحيط بتاعها تلت او ربع، والبقيه الساق بالمحيط بتاعها سليم اهو. ودوت اللي احنا صورناه دلوقتي في حته في الفيديو اهو، في قرط اهوت حشر قرطه، في حاجه قرطه هنا اهي، وبقيه الساق من الناحيه الثانيه اهو الداير بتاعها سليم اهوت، مفيش اي مشكله فيه. وده جدد اهوت يعني في الاسبوع اللي فات ده جدد اهوت بعد الايه؟ بعد الترديمه، انما الجزء الثاني ما جددش اللي فيه القرط اهو. طيب احنا بقى عايزين نقول ايه بقى بالضبط؟ الوضع دوت وضع جديد. طب احنا فحتنا زي ما شفنا في جزء من الفيديو، جبنا فاس وفحتنا، لا في اي اثار لدوده قرضه ولا في اي اثار ل الملاديره او الدبور الاحمر، مفيش اي اثار خالص، ولا في اي اثار للكلب البحر او الحفار. طب انا لو دبور احمر، ما هو لازم يتوجد الاثار بتاعته، لازم نتوجد نلاقيها ونلاقي في ارض فوق على 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 تخريب شبكه فوق على المجموع الخضر من فوق، مش موجود. لدرجه احنا جبنا الفاس وفحتنا تقريبا، خدنا هو زارع على 50 سم تقريبا او 60 سم، خدنا نبتين محيط تقريبا متر الا ربع، وعرضنا كده في حوالي مثلا نص متر، ونزلنا بالفاس نخرط، وجبنا الرمل دوت واحده واحده ده بنرجعه عشان نلاقي فرد واحد دوده قرضه، نلاقي فرد واحد من كلب البحر، نلاقي دبور احمر ما لقيناش. طب يبقى احنا قلنا لو الدبور الاحمر الاثر بتاعه بيبقى الافراد بتاعته موجوده، والاثر بتاعه موجود على المجموع الخضري من فوق، مفيش الكلام ده. طب ولو دوده قرضه لازم تتوجد قدام الدوده القرضه، ما تلحقش في محيط المتر اللي احنا او المتر الربع اللي احنا عملناه بالفاس ده، مش موجود اي فرد، ما فيش اي اشتباه اصلا. وكلب البحر لو هو او الدوده القرضه بيقرطوا النبات، النبات بيبتدي يدبل معاه من فوق، وبيبقى الارض كامل المجموع الجذري فوق بيتفصل عن المجموع الخضري من على وش الارض او من عن تحت سطح التربه بسرعه، دي قصه ثانيه. طب مش موجود الارض ده، انما دوت هنا المحيط بتاع الساق نفسه، الداير بتاع الساق 30% 40% 50% بيتقرط مكان الفم اللي قرض، موجود الحاجه القرضه اللي قرضت موجوده، وبقيه الداير بتاع سليم. طب فين الافراد اللي عامل دي؟ طب ولو انا جراده او فرس النبي او اي حشره طايره فوق هي اللي جت وقرطت، بتخترق الطبقه اللي هي اتردمت، ال 10 سم 8 سم اللي اتردموا 12 سم زي ما اتردموا، بيخترق الطبقه ديت يقرط، ما هو الارض ديت مش من فوق من على وش الارض، الارض ديت موجود من الطبقه اللي اتردمت. طب ديت لو لفحه ان الجو سخن عليها، مش اعراض اللفحه، ده دي حاجه قرطت بفم قارض، سنان قرطت، في حاجه قرطت. طب فين الكائن ده؟ فين الحشره دي؟ فين الحاجه الحشره دي؟ انا مش موجوده. طب هي بتيجي تنزل في الجزء اللي اتردم التربه ده تقرط وتطلع تاني تطير؟ طب انا بالنسبه لي التوصيه بتاعتي هنا في الارض زي ديت، انا هسحب ماده مسممه للجذر تحت. يبقى بقى الحاجه اللي كانت قرطت ديت لما تيجي تقرط هتلاقي ان النبات بيتسمم، الانسجه بتاعته متسممه، الساق بتاعته متسممه، على امل تطفش تموت ما تجيش تاني. ده 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 الحل اللي عندي، وهو هيتابعني بقى في الارض نشوف بعد السحبه ديت هل في اصابات جديده ولا الاصابه وقفت على كده، في ارض جديد، في نباتات جديده ابتدت تظهر على الظاهره، لان احنا دوت كل ده حصل بعد الترديم. يا رب نكون موفقين في هذا الفيديو. لو بتتابعونا على الفيس بفضلك اعمل لايك، لو بتتابعنا على اليوتيوب بفضلك اعمل اشتراك، وانا كده معكم عشان لو تواصل بتاع 0147 6161. شكرا.